ومن رام الله هاتفيا معنا دكتور واصل ابو يوسف، عضو لجنه تنفيذيه منظمه التحرير الفلسطينيه. دكتور واصل اهلا بك. وهنا قضيه فلسطين هي قضيه العرب ما زالت باستمرار، وكما ناقش ايضا البرلمان العربي في قلوب كل العرب، لكن هنا تبدو التحديات امام القضيه الفلسطينيه. بحسب تصريحات سابع عرقات التي عرضناها منذ قليل، يبدو ان القياده الفلسطينيه في هذه اللحظات الانيه تدرس جميع الخيارات في مواجهه اسرائيل. كيف اذن دكتور واصل تبدو هذه الخيارات؟ نعم، هذا صحيح. حرب معلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يسمى صفقة القرن، والتي ترتكز إلى تصفية القضية الفلسطينية. عندما يتم الحديث عن القدس المحتلة عاصمة الاحتلال، عندما يتم الحديث عن نقل السفارة الأمريكية لبيت القدس رفضا للاعتراف بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، عندما يتم العمل على قطع أموال المساعدات عن وكالة غرس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين النور ومراعاة حقوق حق العودة للاجئين، وأيضا قطع أموال المساعدات عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وربما أن كل ذلك يندرج في إطار أيضا محاولات الاحتلال الاستفادة من ذلك في تثبيت وقائع على الأرض. لذلك لا يمكن للقبوض أن يبقى الوضع كما هو. عندما يتم أيضا الآن في إطار الضغط الأمريكي استراليا تقطع أموال المساعدات، والاحتلال يحاول حتى في أموال المقاصة الفلسطينية التي هي استخراج فلسطيني الحديث عن اقتطاعات لها علاقة بعائلات الشهداء والأسرى، ونحن أكدنا أن هذا الأمر مقدس، لا يمكن المساس لا برواتب عائلات الشهداء ولا الأسرى، هؤلاء دفعوا الدم من أجل الحرية واستقرار الشعب الفلسطيني. وبالتالي هناك خيارات عديدة للشعب الفلسطيني، لا يمكن القبول بأن يرضخ الشعب الفلسطيني أو يرفع الراية البيضاء أو يستسلم. الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه وثروته التي ضحى من أجلها مئات آلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، المتمثلة بحق عودة اللاجئين حسب كلام الواصيين، حق تقرير مصير، إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس، وأيضا إفشال السياسة الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في سياق ما يسمى صفقة القرن، التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الحديث عن حل إقليمي، ووجدت من خلال الزيارة الأخيرة للأسد كوشنر إلى المنطقة أن حتى الدول العربية، الرئيس السيسي، الملك الأردني، السعودية، الجميع أكد على أن أي أمن واستقرار في هذه المنطقة يتطلب حل جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية والقدس المحتلة عاصمة لها. يعني إذن يمكن دكتور واصل الانتقال إذن في هذه اللحظات من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة دولة فلسطين دون أي عوائق؟ هذا الأمر مطروح للنقاش أيضا، أنه الاعتراف بدولة فلسطين ب 138 دولة في العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من كل المحاولات التي تحاولت أن تشهد ذلك. أنا أعتقد أن هذا الأمر مهم. نحن نتحدث عن شعب فلسطيني في الداخل والخارج، دولة فلسطين التي لابد أن تقام في إطار الكل الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية جاءت في مرحلة انتقالية من أجل أن تنقل الشعب الفلسطيني من شعب واقع تحت الاحتلال إلى شعب له حرية واستقرار ودولة. الآن يحاول الاحتلال ويحاول أداء الشعب الفلسطيني إبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية في سياق ما لا نهائي من أجل الحيلولة من إقامة الدولة الفلسطينية، والحيلولة من تأمين حق العودة للاجئين، ومحاولة تكريس وبقاء الاحتلال. هذا الأمر لن يستقيم. لذلك نحن الآن بشكل وبعجالة نحن نستند إلى ثلاث ركائز رئيسية. الركيزة الأولى هي الاستمرار المسائي والجهود مع مؤسسات المجتمع الدولي، مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، كل هذه المنظومة التي نمضي قدما باتجاهها، وكما تحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور صائب. صحيح. نحن ايضا سنذهب الى المحكمه العدل العليا من اجل ابطال قرار الرئيس ترامب حول القدس والقرار، وهذه خطوه مهمه جدا طبعا. يعني نعم. محكمه العدل الدوليه قد يرغم فعلا الولايات المتحده على العوده عن قرارها. اشكرك اذا هاتفيا من رام الله دكتور واصل ابو يوسف، عضو لجنه تنفيذيه منظمه التحرير الفلسطينيه.